أما فيما يخص اختيار السيد اللواء حسن رشاد رئيسا لجهاز المخابرات العامة، في تقديري أولا أن تصعيد واختيار وكيل جهاز المخابرات ليصبح رئيسا لجهاز المخابرات هي رسالة مؤسسية، رسالة من القيادة السياسية لجهاز المخابرات العامة، في نفس أن التصعيد يأتي من داخل جهاز المخابرات نفسه. في الأمر نفسه السيد اللواء حسن رشاد يتمتع بالكثير من الصفات التي تناسب هذه المرحلة. حضرتك استعرض قدر من سيرته الذاتية منذ تخرجه من الكلية الفنية العسكرية، رحلة ممتدة حوالي 34 سنة في العمل في أروقة الأمن القومي، تدرج خلالها في مختلف المهام والرتب والتخصصات داخل جهاز المخابرات العامة، إلى أن أصبح وكيلا للجهاز، ثم إلى أن أدى اليوم اليمين القانونية أمام السيد رئيس الجمهورية في مصر. ربما السياق المصري الآن في فتح واستحداث رؤى واستشراف للحالة الأمنية الإقليمية الآن وانعكاسات هذه الحالة الأمنية تتعامل مع هذا النمط بنمط دول أخرى ودول كبرى. هذه الدول لديها أكثر من جهاز أمن، بعض هذه الدول استحدث جهاز أمني آخر للتنسيق والإشراف على الأجهزة الأمنية مثل CIA في الولايات المتحدة، مثل نموذج آخر في روسيا والاتحاد السوفيتي القديم. في الحالة المصرية استحداث منصب منسق عام بين الأجهزة الأمنية حفظ لهذه الأجهزة استقلاليتها من جهة، وفي الوقت نفسه ضمن تحقيق المستهدف وفق توجيه القيادة السياسية في هذه المرحلة بالغة الدقة على كافة المستويات الاستراتيجية. شكرا لك من القاهرة سيد أحمد الطهري رئيس تحرير مجلة بروز اليوسف، شكرا لك إذ كنت معنا عبر الهاتف من هناك.